النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. يصادف اليوم الأحد 22 ديسمبر أو 22/12/2019 الانقلاب الشتوي. الانقلاب الشتوي حيث تكون الشمس عمودية على مدار الجدي جنوب خط الاستواء بحوالي 23 درجة ونصف جنوب خط الاستواء، وبالتالي تشرق الشمس من الجنوب الشرقي وتغرب من الجنوب الغربي، وبالتالي يكون هذا اليوم أو يصادف هذا اليوم أقصر نهار وأطول ليل، حيث يبلغ طول النهار حوالي 10 ساعات تقريبا وطول الليل حوالي 14 ساعة. وفي فترة أربعينية الشتاء بتكون درجات الحرارة، معدلات درجات الحرارة منخفضة، وبتتعرض المنطقة للكتل الهوائية الباردة، وأيضا تتعرض منطقة شرق البحر المتوسط لتكون المنخفضات الجوية والمصحوبة بكتل هوائية باردة من خطوط العرض المرتفعة ومن الشمال. وأيضا أربعينية الشتاء هي 40 يوم، وتبدأ من نهار هذا اليوم، ونهار هذا اليوم هو عبارة عن بداية فصل الشتاء فلكيا. أما الأحوال الجوية المتوقعة للفترة القادمة، هذه الليلة أجواء صافية مستقرة باردة نسبيا. درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان 9 درجات مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء المستقرة وأيضا الأجواء المشمسة أثناء النهار، وبتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة، ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية على الأقل، والعظمى المتوقعة في عمان 16 درجة مئوية. أما الأجواء المتوقعة يوم الاثنين ليلا فهي أجواء تميل إلى البرودة قليلا ومع ظهور بعض السحب، ولكن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة يوم الاثنين حوالي 10 درجات مئوية. يوم الثلاثاء يقترب من منطقة شرق البحر المتوسط منخفض جوي، وهذا المنخفض الجوي يقترب ببطء نحو منطقة بلاد الشام بما فيها المملكة، وبالتالي تنشط الرياح الجنوبية الغربية مع حبات قوية أحيانا بتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وهذا طبعا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. لذلك نهيب بجميع المعنيين أخذ الحيطة والحذر من هذا الموضوع، وهو تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة. أيضا يوم الثلاثاء هو بداية للانخفاض التدريجي على درجات الحرارة بإذن الله، بحيث بتكون بحدود 14 درجة مئوية، أقل من 15 درجة مئوية. والأجواء أثناء الليل أيضا بتكون أجواء مغبرة ودرجات الحرارة تميل إلى الانخفاض التدريجي والأجواء باردة نسبيا والصغرى المتوقعة 9 درجات مئوية. لكن يوم الثلاثاء، مساء يوم الثلاثاء وليلة الثلاثاء على الأربعاء تتكاثر الغيوم تدريجيا خاصة في المناطق الشمالية، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة. يوم الأربعاء تتأثر المملكة، بداية لتأثر المملكة بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة المصاحبة له، لذلك يطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة، بحيث تصبح الأجواء باردة وغائمة وماطرة على فترات. الأمطار يصحبها البرق والرعد والبرد أحيانا، وأحيانا تكون غزيرة، والعظمى المتوقعة في عمان بحدود 11 درجة مئوية. والأربعاء
ليلا أيضا أجواء باردة وغائمة وماطرة، والأمطار مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا، وأحيانا تكون غزيرة. ويوم الخميس استمرار للأجواء الخميس والجمعة والسبت استمرار الأجواء الباردة والغائمة والماطرة، وأحيانا نتيجة أن الأمطار بتكون غزيرة يرتفع منسوب المياه، وبالتالي هناك فرصة لتشكل السيول وحدوث بعض الفيضانات خاصة في الأماكن المنخفضة. نتمنى طبعا للجميع السلامة. ملخص الأحوال الجوية المتوقع: يوم الاثنين طقس مستقر، ويوم الثلاثاء رياح نشطة وأجواء مثيرة الغبار والأتربة وأجواء مغبرة وانخفاض على درجات الحرارة. يوم الأربعاء إن شاء الله تتأثر المملكة بداية لتأثرها بمنخفض جوي والكتلة الهوائية الباردة المصاحبة له، وبالتالي يوم الأربعاء والخميس والجمعة أجواء باردة وغائمة وماطرة بإذن الله. نتمنى أعزائي المشاهدين للجميع السلامة، ولكم تحية من طقس العرب.